النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت العيد بطريقه سهله جدا، وهنشكله بالشوكه. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقه للاخر. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناه ديك البرابر. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت العيد، وهنشكله بالشوكه بطريقه سهله جدا. المقادير اللي معايا كوبايتين دقيق عليهم رشه ملح، نص كوبايه سمنه بدرجه حراره المطبخ، نص كوبايه سكر بودر، ربع كوبايه ميه، بيضه بدرجه حراره المطبخ، ربع معلقه صغيره بيكنج بودر، كيس فانيليا. نبدا ونسمي على بركه الله. بسم الله. هجيب طبق او بوله وهنزل نص كوبايه سمنه بدرجه حراره المطبخ، واخداها من العلبه على طول. وهنزل عليها بنص كوباية سكر بودر، وهضربهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء. هضربهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء لحد ما لونهم يبيض. لو مفيش مضرب كهرباء هنستخدم المضرب اليدوي، لو مفيش مضرب يدوي هنستخدم ايدينا عادي. ضربت السمنة والسكر كويس جدا لحد ما لونهم ابيض. هنزل عليهم ببيضة وكيس فانيليا، وهكمل ضرب لحد ما القوام بتاعهم يبقى كريمي. هضربهم كويس جدا. خلاص ضربتهم كويس جدا لحد ما القوام بتاعهم بقى كريمي. هنزل عليهم بكوبايتين دقيق عليهم رشه ملح، وربع معلقه صغيره بيكنج باودر، ممكن كمان تضيفوا ربع معلقه صغيره نشادر. هلم العجينه، مش بعجن، بلمها بس. معايا ربع كوبايه ميه عشان لو احتجتها، لو ما احتجتهاش خلاص ممكن تستبدلوا ربع كوبايه الميه بربع كوبايه لبن. انا عايزه العجينه مش مفروله معايا، عايزاها متماسكه. تمام كده. هنزل بربع كوبايه الميه وهلم العجينه. خلاص لميت العجينه، شايفين الملمس بتاعها بقى جميل وطري وناعم معايا. هسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق قبل ما اشكلها. خلاص عجينة البسكوت ارتاحت. دلوقتي هنفردها مع بعض. هنفردها على رشة من الدقيق. هفرد جزء من العجينة على رشة من الدقيق اهو زي ما انتم شايفين. هفردها على الاخر. فردتها على الاخر. هاجي بظهر الشوكة، همشي كده وبضغط. شايفين الجمال؟ على كل العجينة، وبقطعها تقطيعة البسكوت. تضغطوا شايفين الجمال. لازم تفردوها على الآخر. تمام كده. هقطعها زي البسكوت، سويها الأول. شوفوا بقى المقاس اللي انتوا عايزينه كبير أو صغير براحتكم. حلو قوي كده. وبالنص وبرص البسكوت في صاج، مش دهناه بأي مادة دهنية.
اخلص الكميه اللي معايا وبعدين هوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي البسكوت بعد ما خلصته ورصيته في الصاج، دلوقتي هدخله الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص، نار تحت وفوق. اول ما يستوي ويحمر هطلعه وهوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي البسكوت بعد ما استوى وطلع من الفرن، شايفين الجمال؟ السوا بتاعه تحفه، جميل جدا وواخد لون خفيف. دلوقتي هرصه في الطبق وهوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي البسكوت بعد ما رصيته، بصوا شكله جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل بسكوت العيد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.